احتفال الوليدات بالأمهات ديالهم وبالأستاذات ديالهم لأن 8 مارس وبحقيقة هو غير وقفة رمزية لأن الوجود ديالنا احنا ما كانش يمكن يكونوا نوقفون ولا نديروا أي حاجة إلا بالأمهات ديالنا وبالأخوات ديالنا والزوجات ديالنا لأن المرأة المغربية أو المرأة في الكون عندها إنجازات عظيمة وهذه هما القيم اللي خصهم يشدهم هاد الوليدات عيد وما أكرمها إلا كريم وما أهنها إلا لئيم كما قيل ويوم سعيد للجميع. يوسف الشفاعي مؤسس جمعية أمل سالة كيعرف اليوم الفضاء الترفيهي ضيعة باسو واحد نشاط اللي هو مهم بزاف لعدد من التلاميذ ديال جامعة عامر. الهدف منه صراحة هو جوج ديال الحوايج بغينا نوصلهم للوليدات ومن خلالهم الاباء وهذا هو الاحتفال باليوم العالمي للمرأة اللي هو فيه واحد القيمة سامية خاصة الوليدات يعرفوها وكذلك هو نشاط موازي لاستفادتهم من برنامج الدعم التربوي اللي كتدعموا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عمالة سالة فمن خلال اهتمام ديال المبادرة بهم والرعاية اللي كيحظوا بها من أجل أنهم يتمكنوا يعني من تعليم يكون عنده جودة ويكونوا بحالهم بحال الوليدات اللي كيقراو عاديين ورغم بعض الصعوبات اللي كيعرفوها وهذا فحاولنا بالتشاور مع عمالة سالة والمبادرة الوطنية نديروا لهم هذا اليوم الترفيهي على أساس أنهم يكونوا يخرجوا يبدلوا الجو شي شويه مع اساتذتهم ويحاولوا يتولموا شي شويه مع الاجواء العامه اللي دايره محيطه بهم وهذا ما هو الا وسيله من وسائل الرفع من جوده التعلمات عندهم باش يكونوا واحد الجيل ان شاء الله اللي عنده واحد القوه وحضور لان هادو هما المستقبل ديال البلاد خصهم الدعم النفسي والتربوي ومثل هذه البرامج ما يمكن لها الا اننا نكون فخورين بالشراكه مع المبادره من اجل انجاحها في كل محطه تجي محطة بلادنا. مساء الخير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نشكر السيد مدير مدرسة البحيرة سي المختار بن حميميد وجمعية أمل للدعم التربوي على هذه البادرة الطيبة لتكريم مدرسات مدرسة البحيرة باسمي وباسم جميع المدرسات كنشكركم جزيل الشكر. أيضا تنشكروا جمعية أمل على هاد البادرة الطيبة وعلى هاد الأنشطة اللي تقدمت اليوم بهاد المناسبة بمشاركة تلاميذ وتلميذات مدرسة البحيرة في بهذه المناسبة فكانت أنشطة متنوعة ما بين الترفيه وموسيقى وأيضا بهذه المناسبة أيضا خاد تلاميذ وتلميذات المدرسة تجربة فضاء بسو للتعرف على مختلف حيوانات والطيور وأيضا بعض الأنشطة اليدوية التي تهم تراث المطبخ المغربي وتنتمنوا تكتيف مثل هذه المبادرات. جزيل الشكر لجمعية أمل الدعم التربوي اللي خدات هذه البادرة ومرة أخرى كنهني جميع النساء وخصوصا طاقم التربوي النسوي لمدرسة البحيرة باليوم العالمي ل 8 مارس وكنتمنى أن دائما المرأة المغربية والمرأة المسلمة في جميع بقاع الأرض تكون في تألق وفي راحة وسعادة دائمة. شكرا. الكوني وحياتي وفي وصفها تزدهر كتاباتي نعم الأخلاق ونعم التربية وأجرح قلبي لأكتب بدمه شعري اسم ثريا يا بنت النور من الثريا ولتتفضل ثريا بن حميمد. قوم معكم مدير مدرسة البحيرة بجامعة عمل مديرية سلا. نحن جد سعداء في هذا اليوم الأغر في هذا اليوم العظيم الذي نحتفل فيه بعيد الوطني للمرأة بمناسبة 8 مارس من كل سنة وتزامن هذا اليوم العالمي مع احتفال
بجمعية أمل سلا بتلميذات وتلاميذ مدرسة البحيرة، وتقديم الدعم النفسي لتلميذات وتلاميذ جميع المؤسسات التابعة لمديرية سلا. هم أيضا يقومون بالدعم التربوي، واليوم تأتي هذه المبادرة في إطار تقديم الدعم النفسي. ما أحوج تلميذات وتلاميذ وأطفال هذه المنطقة المهمشة بالعالم القروي جماعة عامر لمثل هذه المبادرات، والاقتراب من الطفل والاقتراب من همومه والمحاولة الترفيه عنه وتنشيطه، لأنه يعيش مشاكل أسروية، مشاكل اجتماعية، مشاكل انفصال الأب عن الأم، مشاكل يعني السكن الغير اللائق. هذا يؤثر على المردود لدى تلميذات وتلاميذ، المردود الدراسي. جمعية أمل تقوم بهذا الدعم التربوي والدعم النفسي، فشكرا لها وألف شكر على هذه المبادرة. وأيضا أود في هذا اليوم العظيم أن أتوجه بالشكر للمنظمين والمنظمات لهذا الحفل أو لهذه الصبحية التربوية. الشكر أيضا موصول للطاقم التربوي العامل بمؤسسة مدرسة البحيرة، أستاذات والأساتذة، جميع عضوات وأعضاء جمعية أمل سلا، موظفات والموظفين بمديرية سلا، وأتوجه بخالص الشكر والامتنان وتحية عالية للمرأة المغربية المساندة للرجل. أستاذة لطيفة الطاغي، أستاذة بمدرسة البحيرة، أود أن أتقدم من هذا المنبر بشكر جزيل لجمعية أمل التي تقدم لنا دروسا مجانية بمدرسة البحيرة، والتي تساهم في الرفع من المستوى التحصيلي التعليمي لمتعلمينا في الوسط القروي، خاصة وأن هذا الساكنة جماعة عامر تعاني من مجموعة من الظروف الاجتماعية ويعني الظروف الاجتماعية الصعبة، فهي تقدم لنا مجموعة من الخدمات، منها الدروس المجانية للتلاميذ، ومنها هذا النشاط الذي نتواجد به الآن في مزرعة شيباسو بجماعة عامر. فنتقدم بالشكر الجزيل لهذه الجمعية، ونتمنى أن تعمم مثل هذه المبادرات في سائر مغربنا الحبيب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.